صباح الخير عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناه ابارتمون فاس، كتحييكم من جديد. غادي نشاهدوا الان واحد الشقه اللي كتواجد في ثوازيام ايطاج، هي هذه هي الدخيله ديالها على بركه الله. هذه شقه رائعه جدا كتباع بالاتات، الموبل هو هذا الدخيله ديالو، فيه باركينغ ديال الطوموبيل، فيه العساس يعني كونسياج، على بركة الله. غادي ندخلو باش نشاهدو ان شاء الله الشقة اللي كانت واجدو فيها. هذا طريق إيموزار، كيف ما قلت لكم انها اير بليس 3، وكاين واحد في النيفو ما معكش يعني اون فاس ليك شي ابارتمون اخرى. فيها 4 ديال السكان سفلي وثلاثه ديال الفاقه. الشقه ديالنا خوتي هي هذه اللي فيها 158 متر، فيها اتات جد رائع، دو فاساد اوبوزي. غادي تشاهدوا معايا كل حاجه على حده يعني بالاتات من كل شيء. السيد عاودها كامله مجده وجديد. كيف ما كتشاهدوا معايا خوتي، هذا هنايا صالون، بلاصه ديال لانستالاسيون ديال التلفزيون. هاد الاتات اللي كيتواجد فيها كامل غادي يبقى ما يهز حاجه. كيف ما قلت لكم انها دو فاساد اوبوزي، جايه موقع جد جد ممتاز اللي هو طريق إيموزار، والفيزافي ما عندهاش كاع. كاين الفيزافي الاول اللي الاطلاله ديالو على بيت الله، وما كاين محسن من السكنه حدا بيت الله. كنتواجدوا الان في الصالون الاول اللي كتشاهدوا معايا، انه فيه هاد التلمطاج جايين بهاد الالوان غزاله ما شاء الله. بيت الله هو هذا اللي حدانا، سمحوا لي باش نوري لكم كيف ما كتشاهدوا. وهذا الجامع يعني حدا الباب، كتحل الباب مباشره كتلقى المسجد. فيها صالون انفصل للصالون، وكاين سيجور خوتي، الدار في غايه الروعه. كاين هنا هاد السيجور هذا بهاد لو روج عاطي، حتى هي رونقيه ما بين الصالونات. السراج ملي كتشوفوا خوتي كاملين كبار. يعني كل حاجه اسورتي مع اختها، بحال الريدويات والطابي حتى هو في لون غري، بالاضافه لهاد الطبيله هنايا. السريجمات كاملين الكتريك، تيطلعوا يهبطوا بالضو. غادي نشاهدوا الصالون الرائع المغربي، هو هذا خوتي اللي مصبوغ الصالون كيف ما كتشاهدوا معايا بالصباغه الياقوته اللي هي العنبره. والصالون خوتي هو هذا، السقف كيف ما كتشوفوا معايا لي سبوت ديالو، كتشوفوا معايا هذا راه بالنحاس، الخشب والنحاس، وكيتواجد في قلب الصالون في البالكو اللي غادي نوريه لكم خوتي دابا. البانكو هو هذاك، الدار رائعه في المستوى اللي غادي ياخذها مباركه مسعوده عليه، والله يسهل على الجميع. وديما كيف ما كنقول في الفيديوهات ديالي، واللي ما شرى يتنزه، كل شيء مع تيسير الله. هذا هنايا حتى هو السرجم باش تشوفوا معايا الاطلاله رائعه جدا. الفيزافي ما كاينش،
ولافونتاج اللي قلت لكم ان طريق مزدهر كامله فيها جوج في البردمه، هذه غير واحد في البردمه. البالكون كامل مصوب بالحديد على ود الوليدات طالع حتى للفوق، كاين فيه بلاصه ديال كليماتيزور. هي هذه الاطلاله خوتي جايه على الطريق الرئيسي. اخواني اخواتي دابا سالينا يعني من الصالونات، غادي نمشيو نشاهدو الان البيوت والكوزينه على بركه الله. السيد كيف ما قلت لكم عاود الخشب كامل والاضافه الصباغه ديالها. على بركه الله غادي نمشي نشوفو البيوت. كاينه هاد الطبيله هنايا بالنحاس جايه حتى هي بلاصتها شاده بلاصتها. والكلوار الاخر خوتي جاي فيه البيوت والحمامات. جايه هاد الفيترينه هنايا شاده كامله هاد الكونطوار هذا، وعاطيه حتى منظر رائع. دار تمنيتها لاي واحد تيحلم بشقه كبيره. كيف ما كتشوفوا البيوت والبيبان ديال البيوت كاملين نقيين، ما فيهم لا خبشه ولا نبشه، واللي بغى يجي يشوف غيشوف كل شيء بعينيه. هذا البيت الاول خوتي ديال الدراري، في هذا الباركي في الارض، وهز جوج ديال النوامس. والبيوت كاملين فيهم لا تيلي، كاملين بلا انستالاسيون ديال التلفزيون. حتى الفيزافي اللي عندها حتى هي من الجهه ديال الثانيه، هذا فيه بلاكار ما كاينش حتى شي واحد قبالتك. انا غادي نوريكم كيف ما قلت لكم لانستالاسيون ديال التلفزيون. التلفزيون اي بيت فيه هذا التلفزيون. هذا بيت الوليدات كيف ما قلت لكم ان الفيزافي ما كاينش. الجهه الثانيه كتطلي على الروبان ديال طريق إيموزار. الدراري تيحماقوا على هاد التريات اللي دايرين بحال الالعاب. نشاهد اخوتي البيت الثاني، كاين هنايا فاسك وحمام، كاينه واحد الدكانه فوق الحمام، بالاضافه كاين بيت الوالدين اللي غادي نشاهدوه، وكاين بيت الدراري واحد اخر. هو هذا نفس التجهيز ديال البيت الاول كيف ما كتشوفوا. هذا بيت ثاني فيه حتى هو بلاكار كبير، وكذلك حتى هو التلفزيون ديالو. نفس الارضيه، وكذلك حتى هو هاز جوج ديال النوامس. هذا بيت البنيتات على شك عرفتوه لحقاش فيه الغوز. والله يخلي كل واحد يخلي له وليداته وبنياته. فيها لانستالاسيون ديال الكليماتيزور حتى هي. هذا كيف ما تشوفوا معايا بيس ديال الوالدين، غادي ندخلوا له بعد ما نشوفوا الحمام اللي جاي ما بين البيوت. هذا الحمام خوتي حتى هو كيف ما كتشوفوا الباب ديالو والجليج من النوع الجيد، لا اللي في الارض ولا اللي في السقف. هذا الدوش خوتي، وكاين هنايا لافابو بالاضافه للمرايه.
الحمام كيف ما كتشوفوا تاع الجلي ديالو نقي، ما مهرس فيه حتى حاجه. نشاهدوا خوتي البيز الثالث ديال لي بارون، هذا الفاسك اللي قلت لكم قبيله، المرايه حتى هو ديالو خوتي، بالاضافه كاينه واحد لي سبوت اللي كتواجد فوقه. هذه هي الدكانه اللي وريتكم جايه على الحمام كامل. وندخلوا اخواني البيز ديال الوالدين، هو هذا يا بسم الله. هذا خوتي راه هو جلد، كاين تخيله كنلقاو واحد البلاكار الفوق. عاد ندخلو مباشره كنلقاو هنايا بلاكار كبير، غنوري لكم. وبتنعس اخواني المشاهدين هو هذا، ومازال كامل نقي. انا كندقق لكم دائما، تنقولها لكم تندقق لكم في الاتات. هذا بلاكر هنايا، وكاين بالكون كبير اللي غادي نخرجوا له باش تشاهدوه معايا. البلاصه ديال لانستالاسيون ديال الكليماتيزور في البيت هو هذاك، والكليماتيزور حتى هو هذا البلاكار اللي قلت لكم غادي نوريه لكم بلاتي. الجهه الثانيه ديالو، ونمشيو خوتي نشاهدو الحمام. هذا الحمام ديال اللي في قلب البيت، حمام كبير بالطواليت، كاين واحد الفاسك حتى هو كيتواجد مورا الباب. حتى هو الاتاجيرات ديالو كل شيء من النوع الجيد والممتاز. السقف خوتي كيف ما كتشوفوا مجلج حتى الفوق، الإضاءة رائعة بالزجاج. كان نحيي مولا الدار على هاد الجمالية اللي عاطية لهاد الشقة هادي، وهاد الأناقة، وهاد الذوق الرفيع ديالها. هذا خوتي الدوج، وكاين الرخام في الارض. نشاهدوا دابا خوتي البالكون اللي كتشوفوه بالكوليس، جوج ديال البيبان من هنا ومن هنا، وزائد باب واحد اخر من برا هو هذا البالكون خوتي كيف ما كتشاهدوا معايا ديال بيت النعاس. نفس الاطلاله ديال الصالونات، وهذا الشارع الكبير اللي كيهبط الحي الازهر. ومشيو خوتي دابا بقات لنا الكوزينه ان شاء الله. واخيرا غادي ندخلو للكوزينه. الكوزينه دابا انا كنوجهها للعيالات اللي كتعجبهم كوزينه كبيره، كل وحده كتعشق كوزينه كبيره طويله ديال الرخام. هنايا بصاله موجي مصوبه بالرخام، فيها بلاكارات من الفوق وبلاكارات من التحت، فيها بلاصه ديال لانستالاسيون ديال الثلاجه كيف ما كتشوفوها معايا، وفيها بلاكار جاي قريب للباب منين دخلنا، بالاضافه حتى هي فيها التلفزيون. غادي نشوفوا ان شاء الله البالكون ديالها، البالكون اللي مخليين فيه يعني ماكينة الصابون، وكاين هاد الكونجيلاتور. بالكون كبير يعني بحال تقول كوزينة تانية، هنايا فيها بلاكار، فيها جوج بلاكارات، البلاكار الأول هو هذا، والبلاكار الثاني خوتي هو هذاك.
اخواني اخواتي متتبعي قناه ابارتون موفاز، كنشكركم وكنشكر جميع المتتبعين ديالي من خارج الورده الوطن سمحوا لي، ومن داخل ارض الوطن كنحييكم. كنتمنى ان ابارتون موفاز دائما تكون الاحسن وتكون الافضل وتكون نايله يعني رضاكم، والحمد لله بفضل الله وفضلكم انا مسايره. اخواني اخواتي كيف ما شاهدتوا معايا هاد الشقه اللي فيها 158، ان الثمن ديالها بالاتات هو 130 مليون قبيله النقاش، وكذلك اللي بغاها 140 مليون قبيله تهي النقاش. اخواني اخواتي انا ما سخيش نخرج من هاد الشقه هذه، ولكن للضروره احكام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.